عايزين نتكلم بقى يا كابتن عمر عن المباراه اللي وش السعد عليك، المباراه اللي كسبتوا فيها النادي الاهلي في ملعب مختار التتش، وكانت دي البدايه والانطلاقه الحقيقيه للكابتن عمر عبد الله. طبعا مفيش شك طبعا، لان انا كان ربنا موافقني جدا في المباراه دي، وجبت هدفين منهم هدف يمكن جمهور النادي الاهلي قعد يسقف عليه فتره طويله جدا، لان من الاجوان صحيح من النادر جدا ان حد يقدر يجي جون بهذا الشكل ومن المكان وتروح بالشكل ده. كان يمكن مش عارف ثابت اللي واقف او اكرامي مش متذكر بالظبط، لكن كان في لعيبه نجوم كلها بتوع النادي الاهلي، يعني كان حسن حمدي وشريف مدكور حتى كان بيلعب، الجيل اللي كان بيلعب في الاهلي وقتها كان بيلعب في، كان هم حتى يمكن اكبر مننا سنا. واحنا ربنا وفقنا وكسبنا، كنا الشوط الاولاني كان انتهى 3-0. فهم نزلوا الكبار بقى شويه، قال لك ده كده هتبقى مشكله للنادي الاهلي وهتبقى تفتح تبقى لا. فنزلوا ناس كبار يعني كان لعيبه كبيره في كانوا بيلعبوا فريق اول يعني. فجابوا فينا جولين وخلص الماتش 3-2 يعني. مسؤولين الاهلي وقتها يعني حد استناك على الباب كان عايز يمضي الكابتن؟ كان هم طبعا انا عملت ماتش يعني الحقيقه من ماتش عمري يعني في فالحقيقه الناس بتوع النادي الاهلي كلموني، ولكن للاسف هو ان احنا كان عندنا نادي غزل المحله من الصعب جدا ان اي حد يمشي المحله. فقلت طبعا كان المسؤول الله يرحمه الاستاذ محمد حبيب هو كان المسؤول، وهم قولوا بعد كده على اساس ان هم عايزيني، لكن هو رفض يعني. النادي الاهلي بعدها بعت فاكس رسمي وخطاب رسمي وتال غزل المحله علشان ياخد الناشئ عمر عبد الله. لا هم قالوا ايه، كانوا عايزين، هو كان النادي الاهلي كان كل سنه بيروح كندا يلعب ماتشات في اوروبا يعني. فكان بيروح كندا بالذات، كان في نادي هناك بيستضيفه، وهم كانوا دايما الفكره اللي بيعملوها ان هم بياخدوا يعني مش لعيبه النادي الاهلي بس، ياخد كام لعيب هو شايف ان هو ممكن يفيد النادي بعد كده. فكان بياخدوا معاه السفريه دي، وهو كان اتفقوا على الاستاذ محمد حبيب ان انا كده كده باذن المحله وهرجع المحله، بس هو هيجي معانا البطوله دي في كندا ونشوفه مع النادي الاهلي وبعد كده يرجع لك تاني. هي كانت فكرة طبعا، هم لأن قبل كده اتعملت مع محسن صالح ومع طاهر الشيخ ومع جمال عبد العظيم، كان يسافر معاهم واللعيب يقعد سنة هناك وبعد كده يرجع النادي الأهلي ما يرجعش المحلة تاني. فهو طبعا كان عندهم الفكرة دي فرفضوا إن أنا أسافر معاهم يعني. ومن وقتها المحلة عمل عقد لكابتن عمر عبد الله، وكان اصغر ناشئ او اول ناشئ في مصر يتعمل له عقد. كان العقد ب 5 جنيه. 5 جنيه كان وقتها مبلغ. كان ايامها كان موجود الكابتن خورشيد في منتخب مصر واولمبياد مش عارف ايه، كان بياخد 17 جنيه وفعملوا لنا 5 جنيه. كان كل الناس اللي هم اللي كانوا صاعدين معظمهم كانوا بياخدوا 5 جنيه يعني. عملت ايه بال 5 جنيه وقتها يا كابتن عمر؟ لا ال 5 جنيه كانت حاجه كبيره جدا يعني. عملت رحت اديتها للحاجه الله يرحمها. الله يرحمها. لا الفلوس كانت زمان صحيح قليله، ولكن كانت قيمتها عاليه جدا. 5 جنيه كانت تخلي الواحد يقعد شهرين يعني يصرف منهم ما تقدرش تخلصهم يعني. وحضرتك كنت متالق بقى في الناشئين وبدات تسمع بعد مباراه 3-2، مين اول واحد بقى من الفريق الاول يعني صعدك بقى للدرجه الاولى؟ هو كان الله يرحمه الكابتن مع الداوي، كان الكابتن مع الداوي من اللي هو يعتبر من الناس برضو اللي لهم بصمه عليا يعني في الكوره، لانه هو كان مدرب يعني هو من المحل اصلا ما كانش من خارج المحل. فالحقيقه كان بيعمل حاجه جميله قوي، يمكن النهارده ما تلاقيهاش موجوده. كان يقول لي تعالى لي كل يوم قبل التمرين بساعه تزود، لا حاجه تانيه خالص يمكن مش معموله دلوقتي. كان عامل لي كوبايه عسل من العسل الاسمر ده قد كده اهوت، واقف قدامه كده اهوت ولغايه ما اشربها. يقول لي يلا ساعه وتيجي التمرين وانا هرجع. يقول لي لا اشرب، لازم تكمل، لازم تخلص تغذيه. قعد تغذيه طبعا غير عاديه يعني. فالحاجات دي فرقت معايا برضو في السرعات في الجسم في الحاجات دي كلها، لان قعدت فتره طويله جدا كوبايه العسل دي ما بسيبهاش يعني. واحنا بقى قاعدين هنا في الملعب التاريخي ملعب غزل المحله اللي شهد صولات وجولات كابتن عمر عبد الله، فاكر اول مباراه ليك مع الدرجه الاولى على الملعب ده؟ ما هو اول مباراه كانت هنا اللي هي كانت الاولمبي اللي اتلغى فيها الدوري ده موسم 71 72. 72 73 كنا لعبنا اول ماتش بره مع القناه.
اعتقد ان كان تاني ماتش هنا المصري البورسعيدي وكسبنا 3-1 وانا يمكن جبت جول في الماتش ده. ده تقريبا اول ماتش هنا في الدوري. شعورك ايه والملعب ده كان دايما بيكون مقفول بجماهير المحله؟ لا طبعا جماهير المحله الحياه من الناس يعني عشق غير عادي، وخاصه الجيل ده. يعني يمكن قبل كده المحله ما كانش لها الشعبيه والجماهيريه زي الجيل بتاعنا. يعني كابتن عمر، دوري الشركات هو اللي جهزكم في الفتره دي بعد توقف الدوري الممتاز بسبب ظروف الحرب وقتها. طبعا هو كان الدوري اللي هو متواجد في الوقت ده، زائد كان فيه دورات بتتعمل دورات صيفيه كنا احنا دايما بناخدها اول، يعني كان فيها كل انديه الدوري الممتاز. دي اللي كانت برضو في قبل بدايه الدوري الحقيقي يعني. وبعدين في برضو الحاجه الثالثه اللي فادتنا ان احنا رحنا روسيا. هناك لعبنا في روسيا، رحنا لعبنا يمكن حوالي 7 هناك اللي مش عارف بيسموها ايه في روسيا. المهم لعبنا حوالي 7 مباريات هناك، فرقوا معانا كتير قوي يعني. رجعنا احنا رجعنا على طول قبل الدوري يمكن بشهر. كنا جاهزين للدوري يعني. فرق معانا الحاجات دي. دوري 72-73 كابتن عمر عمره ما ينساه طبعا. ده الانجاز التاريخي طبعا لنادي غزل المحله. الدور الاول في الدوري ده انتهى بتقدم غزل المحله فارق نقطتين عن الزمالك. الزمالك كان هو اللي بينافس المحله وقتها. مظبوط. بس حصل تعثر مع بدايه الدور الثاني. كان هزيمه امام الترسانه. ايوه. لميتوا بعض ازاي بقى والحكايات في الدوري الاهم في تاريخ غزل المحله؟ هو طبعا من الماتشات برضو اللي هي فرقت معانا كتير ماتش الترسانه هنا في المحله. يمكن انا فاكر انا جبت جول هنا، كان يمكن الجول هدى الناس شويه لان احنا كنا بعد ربع ساعه مغلوبين 2-0. كان الجون غير موفق، ولكن انا جبت جول برضو من الاجوان اللي هي زي اللي جبته في النادي الاهلي وانا صغير كده. يعني المباراه دي كانت في الملعب هنا. كانت هنا في الملعب هنا، وجول الكره على الطايره على ال 18 وحطيتها في الجول. كان حسن علي اللي واقف جون الترسانه طبعا، كان جول عالمي يعني. يمكن الناس هدت شويه، لكن احنا طبعا حسينا ان الدوري هيروح مننا. احنا كده كده الزمالك هيفرق عننا 2 بونت والدوري هيروح. فالحقيقه احنا كل اللعيبه كده مع بعضنا، المدرب ما كانش له دعوه خالص، قعدنا مع بعض يا جماعه كل واحد ينسى بيته وينسى اهله وينسى كل حاجه غير ان احنا نجيب للبلد.